عبد الله. طيب خلونا نشوف عبد الله عايد في هذا التقرير. بعد جهد وعمل كاس البطولة في زوايا مكانك هاي ما دام هياط مثلك فعل فالوقت وقتك والزمان زمان على ظروف الوقت ما عندي جديد كود الرجال اللي عن اللازم جبوا عذر الجواد اللي أكبها قيد وحديد واصحابنا وش عذرهم لا من كبر لو طادقنا شنبات عندك مكانه ما يفارق حليب الله نعلن ولانا والغلا والطاعة ونفوسنا على الوفا مفطورة خلك معي تو القصيدة تبدأ يا راعي التصوير عيد الصورة هالشعب هذا ما يقاس مثله ارفعوا سقف الأماني وارفعوا سقف الطموح كل قمة لان وين يمها ما هي بعيدة الأماني والمعاني والملاعب والصروح السعودية جديدة السعودية جديدة أجمل الجماليات اللي جالسة تقدمها عبد الله، ايش رايك في هالتقرير؟ الله يعطيك العافية، والله أنت فاجأتني مشعل، أنت جايب سنابات بس عسى القناة تفلتر عندكم زي ما زي ما تفلتر سناب جميل بكل حالاتك والله يا عبد الله عبد الله أنت شاعر ما شاء الله عليك ودي أتطرق لبعض الأسئلة الساحة في الوقت الراهن تشوف ان هل في تقصير من المعدين ولا في ظهور الشاعر مثلا ولا في بعض القنوات هل تشوف هذا التقصير اثر على شعراء او اثر على عبد الله خلينا نتكلم لا شوف الوضع اختلف مرت فترة من الفترات كان التقصير يحسب على معدين البرامج وعلى أصحاب القنوات أو قبل القنوات خلنا نقول كانت المجلات الشعرية عرفت لأنها منابر قليلة صح وأعداد كبيرة من الشعراء فيصير فيها محسوبيات ويصير فيها الآن أنا ما أشوف أن المعد ولا صاحب القناة ولا معد صفحة في مجلة أنه يقدر مثلا يلغي حضور شاعر الوسائل تعددت والمنابر تعددت وإذا في قصور فهو قصور الشاعر نفسه الآن اللي يسعى للظهور أو يحاول أنه يطلع من جواله بالضبط. يعني إحنا في شعراء طلعوا لنا من الجوال وطلبتهم القنوات وهم اللي تجملوا في المعدين ظهر في برنامج وظهر فإذا تسأل عني أنا أعتبرني أنا رجل مقصر أنا رجل مقصر يمكن أخوي مشعل أنت من الناس اللي كان أكثر من اتصال أنني ولا يصدف أني أجي ولا يصدف أني أجي ولا بالضبط عرفت فأبدا ما في قصور كنت مول تقصرون علينا بس الحين خلاص انفتح المجال اللي يبغى يطلع يطلع اللي عنده رغبة انه يقدم نفسه للساحة شوف انت شاعر احيانا تكتب قصيدة غصب عنك بالضبط هذا شعورك نعم طلع قصيدة لكن اللي له نظرة انه يطلع على الساحة الان يطلع على الساحة يا سلام ولا يهم ترى شاعر ولا مستشعر ولا شعرور ولا شعرور انت بتطلع تقدر تطلع مره اشتغل بجوالك وكل ساقط له لاقط لك جمهور ما يحتاج طيب يمكن اعزائي المشاهدين ما يعرفون ترى عبد الله من الاشخاص الصريحين جدا يعني اجاباته مثل ما يشوفه مثل ما يقول على ما قيل اللي بقلبه على لسانه مره ابدا مره طيب عبد الله يعني انت تتكلم عن التقصير منك وانت اعترفت في خطأك في سبب مثلا خلينا نتكلم عن الظهور الاعلامي طيب عبد الله انت ما شاء الله عليك شاعر اي وناس كثير يشهدوا لك في هذا الشيء وانا اعرفك ايضا حتى على الصعيد الشخصي في يعني ان كان في الشعر انا اعرفك وتابع اغلب قصائدك اللي انت جالس تقدمها لكن يعني ابي سبب ممكن يقنعني ولا يقنع كل محبينك على الشاشة وش سبب التقصير هذا يعني أنت اعترفت أنك مقصر لكن ليش مقصر أنت تسألني عن شيء ما له إجابة عندي أنا ما له إجابة عندي هو هاجس ورغبة يعني خلنا نطلع عن الشعر تحب تلعب كورة العصر إيه في واحد ما يحب يلعب كورة
طيب في واحد اذا جاء ولقاكم مفرقين قال بلعب معكم، عرفت؟ ايه. هي على رغبه، في واحد انتظم وفي واحد يعني له هالمكان. ايه. هو مكان جميل بس مقابله جهد، طبعا. ترى انا مو بس انا يعني الحالي كثير نجلس مع شعراء مذهلين كشعر بس ما له حضور على الساحه، ما عنده جهد يظهر على الساحه. يعني مش على الان علشان اجيك، فيه دوام تستأذن من الدوام وفيه مشوار تاخذه وفيه جلسه تجلس، احيانا مالك يعني لما اجلس مجلس